إهانة كبيرة ومؤامرة محبوكة، ظروف صعبة يعيشها النجم الجزائري آدم والناس، نجم ليل الفرنسي، بسبب ما يتعرض له من جانب إدارة ناديه ومدربه خلال الفترة الحالية وبدون سبب واضح، لكن صديقه كشف كل التفاصيل. الدوري الفرنسي كان يوماً ما الخطوة الأولى لعدد كبير من النجوم أصحاب الأصول العربية، خصوصاً الجزائريين، نحو تحقيق المجد والتألق في سماء أوروبا، لكن يبدو أن هذه الأيام انتهت. العديد من النجوم العرب والجزائريين يعانون في الدوري الفرنسي بسبب تصرفات المدربين والأندية والاتحاد الفرنسي نفسه ضدهم، ومن بين هذه الأسماء آدم والناس، نجم منتخب الجزائر الذي يمر بأصعب أيام مسيرته. ظروف صعبة يعيشها آدم والناس في الوقت الحالي، بعيد استبعاده المفاجئ من المباريات وتدهور كبير في علاقته بمدرب الفريق البرتغالي باولو فونسكا، الذي أصبح يعامل النجم الجزائري بأسوأ طريقة ممكنة. والناس وجد نفسه فجأة وبدون سابق إنذار في الفريق الرديف لنادي ليل الفرنسي، وهو ما يعتبر إهانة كبيرة لنجم بحجم آدم والناس، والذي كان في القريب أحد أهم عناصر نادي ليل على الإطلاق. أحد أقارب والناس وصديقه كشف تفاصيل ما يعيشه النجم الجزائري وتفاصيل المؤامرة التي يتعرض لها من جانب نادي ليل الفرنسي، سواء من قبل إدارة النادي أو المدير الفني. صديق آدم والناس أكد أن علاقة اللاعب بناديه الحالي أوشكت على النهاية بدون أدنى شك، لكن مع اقتراب النهاية يقوم البعض بتشويه صورة الطرف الآخر والسعي لإظهاره في صورة الظالم. صديق والناس طالب الجماهير بعدم تصديق ما يجري تداوله ضد اللاعب الجزائري، مؤكداً أن كل التضحيات التي قدمها آدم والناس في الفترة الماضية لنادي ليل ذهبت أدراج الرياح، ووجد نفسه فجأة مع الفريق الرديف للنادي دون أي تقدير لتلك التضحيات التي قدمها. طرف آخر انضم للمؤامرة، وهو أحد المواقع الصحفية الفرنسية، والذي حذر منه صديق والناس، مؤكداً أنه يروج الشائعات ضد اللاعب الجزائري دون أي دليل على هذه المعلومات، ويقوم بالتسبب في أزمات للاعب على المستوى الرياضي والشخصي نتيجة المعلومات المغلوطة المتعلقة بعائلته. آدم والناس سيرحل دون رجعة عن صفوف ليل الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، بعد الظروف الصعبة التي يعيشها مع النادي والتي ستؤثر بالتأكيد على مستقبله مع المنتخب الجزائري نفسه. والناس قد يجد نفسه خارج معسكر الجزائر المقبل في حزيران يونيو، في المرحلة المهمة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، نتيجة غيابه عن المشاركة في المباريات مع ناديه. سيكون النجم الجزائري في وضعية اللاعب الحر، ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بدون أزمة مع ناديه الحالي، خصوصاً مع وجود اهتمام كبير من عدد من الأندية الخليجية.